غالي صالح، مدير عام التعاون الاستهلاكي في مديريه تمون اسيوط، المشرف على الجمعيات الفئويه والمجمعات الاستهلاكيه التابعه لوزاره التموين. احنا علينا اشراف من مديريه تمون اسيوط هنا، بتابع الوجبات الرئيس سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتكلم عنها في تخفيف الاعباء عن المواطنين، واللي كلف بها معالي وزير التموين بتنفيذها. وردت الكميات في مجمع الشركه المصريه، مجمع الشركه المصريه لتجاره السلع الغذائيه الجديده، تجاره السلع الغذائيه في اسيوط. الوجبات دي بتتكون من حوالي 6 وجبات، كل وجبه فيها مكونه من في بعضها لحوم وبعضها اسماك وبعضها فراخ وبعضها فراخ، بالاضافه الى يعني مستلزمات الوجبه، يعني بطاطس مثل خضار، فاصوليا، سلطه. كل هذه الوجبات موجوده باسعار كويسه في متناول المواطنين، بقصد القضاء على الجشع اللي موجود في بعض الاسواق لعمليه تنظيم الاسواق. Thank you.